طبعا اي جزء من اساسنز كريد لازم يبقى عباره عن ارتفاكت بيدوروا عليها الاساسنز والتيمبلرز. الارتفاكت او البيسز اوف ايدن اللي صنعوها الحضاره الاولى. الارتفاكت كانوا كتار جدا زي الاوبزرفاتوري، الميسيا في كي، والابل اوف ايدن، والسولد اوف ايدن، وحاجات تانية كتيره. كل ده كان في اجزاء مختلفه، لكن في اساسنز كريد يونيتي الارتفاكت هيكون عن ايه يا ترى؟ هيكون عن حاجه اسمها البوكت واتش، واللي تخص ابوه لارنو. عارفين الساعات القديمه اللي هي تبقى عامله زي البوصله، بيبقى ليها زي سلسله كده وبتتحط في الجيب؟ يا ترى ايه البوكت واتش دي؟ يقصدوا فيها ايه؟ البوكت واتش احتمال تبقى بتاعت ابوه لارنو، ولما اتقتل اداها له. فاكرين الاعلان ده؟ بس هو ليه كان ماسكها وكان بيتفرج عليها كتير؟ جايز مثلا بتفكره بذكرياته بينه وبين ابوه، جايز فيها حاجه مهمه، واحتمال برضه الساعه دي بتفكره بالمهمه بتاعته اللي هي يوقف الظلم. زي ما قلت اي جزء من اساسنز كريد لازم يبقى عن البيسس اوف ايدن وعن حاجه مهمه جدا والاساسنز والتيمبلرز بيبحثوا عنها. واكيد الساعه دي هتكون من البيسس اوف ايدن، والاكيد هنعيش ذكريات ارنو عشان نعرف مكانها. مش عايزين نسبة الاحداث، لكن الشخصيه الوحيده اللي شريره لفضله هي جونو. فجايز مثلا جونو محتاجه الساعه دي وهتستخدمها في ايه يا ترى؟ يا ترى الاساسنز هيستخدموا الساعه دي عشان يوقفوا جونو، وخصوصا بعد ما وضحت خطتها في اساسنز كريد 4 بلاك فلاج. في فيديو جديد انا عملته عن اساسنز كريد يونيتي شرحت فيه حاجه بسيطه جدا، ان الانيمس اللي السبجكت هيدخلها هتكون بتاعه الاساسنز ولا التيمبلرز. اتفرج على الفيديو ده وهتفهم حاجات تانية كتيره، اللينك هتلاقيه في الديسكربشن تحت الفيديو. شكرا على المشاهده، واتمنى انكم تزوروا صفحتي على الفيسبوك facebook.com/nevermindhd. كان معكم احمد السوري، سي يو نيكست تايم.